مشاهدينا في شبكة التلفزيون النهاردة قررنا نخرج برا الاستوديو، قررنا نخرج نشوف الواقع بعنينا. كتير جدا بنقعد نسمع عن مصانع الهيئة العربية للتصنيع، وسمعنا كمان عن مصنع قادر، ويمكن كتير بقى بيسأل يعني ايه المدرعة فهد وازاي احنا بننتج. طب احنا هنقدر نتحدى؟ هنقدر نكمل؟ النهاردة قررنا ان احنا نخدكم في جولة، تعالوا نشوف مصنع من مصانع الهيئة العربية للتصنيع، وهو مصنع قادر للصناعات المتطورة. تعالوا نشوف احنا قد ايه قادرين على صنع المستحيل. خليكم معانا، تابعونا. ازرع صنع كل مجاهد حيلول أملك، ربنا مش هيضيع أبدا أجر مكافح نتقل عمله. اخلق جدد انتج صدر خلي بلادك تقوى وتكبر واحنا بنتكلم عن الامان، الدرع بتاعنا والوقايه بتاعتنا في مصر هو اماننا في الداخل وفي الخارج الانتاج. احنا دخلنا بقى دلوقتي عشان نوريكم كمان ازاي بيتم وضع اللمسات النهائيه للمدرعات اللي يعني متسجل عليها يعني ومحفور عليها صنعه في مصر لمصر والمصريين، وكمان بتتصدر خارج مصر. احنا دلوقتي في الورشة اللي بتحط اللمسات النهائية للمدرعة فهد، وخليني بقى واحنا بناخدكم جولة ارحب بضيفي بقى اللي منورنا في الجولة دي، المهندس عبد الصادق احمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ الحمد لله بخير. انا بشكر طبعا حضرتك جدا على إتاحة الفرصة لينا ان احنا نتجول ونوري مصر بقى والمصريين يعني ايه صنع في مصر بمعنى الكلمه. احنا بنشرح حضراتكم انكم بتشرفونا هنا وعشان تنقلوا للناس كلها ازاي الصنع في مصر واقع مش شعار، انما هو واقع فعلا. الحمد لله احنا هنا في الهيئه العربيه للتصنيع بالصفه الاساسيه لينا ان احنا نعمق التصنيع المحلي دايما، ان احنا نوطن التكنولوجيا الخارجيه، بنتعامل مع اعلى التكنولوجيات في العالم وبنجيبها وبنتعاون معاها وبنعمقها وبنزيد التصنيع المحلي عندنا، وده في عده امثله مش بس العربيه المدرعه الفهد، احنا عندنا عده منتجات بنتعمق فيها التصنيع المحلي دايما. احنا عموما هناخد جوله كبيره جدا النهارده في مصنع قادر طبعا، وخلينا نبتدي بس نعرف برضو السادة المشاهدين، في ناس كتير ممكن تكون مش عارفة عدد المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع. مصنع قادر تم إنشاؤه من إمتى؟ برضو ندي فكرة للجيل عن التاريخ والصناعة المصرية وأصلها. هي الهيئة العربية للتصنيع انشئت سنة 1975 بتعاون أربع دول عربية، وكان الهدف من إنشائها مد الدول العربية بقاعدة صناعية للصناعات الحربية أساساً، وكانت مشاركة مصر بأكبر أربع مصانع حربية في وقتها، كان منهم مصنع قادر كان وقتها اسمه مصنع 72 الحربي، ومصنع 333 الحربي اللي هو مصنع الصقر حالياً، ومصنع 135 الحربي هو مصنع المحركات، مصنع 36 الحربي مصنع الطائرات. دي كانت أكبر أربع مصانع حربية بتملكها مصر، ودي كانت نصيب مصر في المشاركة، وكانت ثلاث دول عربية مشاركة برأس المال، وكان وصل لمليار و40 مليون دولار. احنا بنتكلم على السبعينات كده. ده الكلام ده في سنة 75. سنة 75. مصر مساهمت بأكبر أربع مصانع عشان مصانع متخصصة في صناعات حربية، صناعة طائرات وصناعة مدرعات وصناعة معدات عسكرية من مختلف الأنواع. لما مصر وقعت اتفاقية السلام الدول العربية جمدت نشاطها في الهيئة العربية للتصنيع، استمرت الهيئة العربية للتصنيع بنفس اسلوبها الاداري وما انضمتش لاي وزاره من الوزارات، انما الدوله حافظت عليها ككيان هيئه دوليه، واصبح الهيئه العربيه للتصنيع لها لجنه عليا بتدير الهيئه العربيه، بتوجه استراتيجيات للهيئه العربيه للتصنيع، اللجنه العليا دي برئاسه السيد رئيس الجمهوريه. تمام، وده برضو صمام امان لينا تاني برضو الحمد لله ان
ان فضلنا كمصريين محافظين على الدرع وصمام الامان ده. بالنسبه لنا الحقيقه وقت نشاه الهيئه العربيه للتصنيع كانت 4 مصانع، وعملوا في البدايه في فتره تواجد الدول العربيه 4 شركات مشتركه، عندما النهارده وصلنا لان الهيئه العربيه للتصنيع 13 مصنع وشركه مشتركه ما شاء الله. مع كريزلر الامريكيه، الشركه العربيه الامريكيه لصناعه السيارات دي، مع شركه كريزلر الامريكيه، ودي مملوكه مناصفه بين الهيئه العربيه للتصنيع والشركه الامريكيه. احنا هنا زي ما كنا بنقول في البدايه، دي الورشه اللي بيتم وضع اللمسات بقى النهائيه، التشطيب النهائي للمدرعه فهد. ممكن احنا برضو ناخد فكره عن المدرعه فهد، هي كم طراز، بتتجهز ازاي، واحنا هنا بنعمل فيها في مصر ايه؟ انا هرجع بخلفيه تاريخيه لمصنع قادر. بدايه نشاته كان سنه 49، وكان اسمه مصنع طائرات هليوبلس. انتجت اول طياره سنه 1952، وده كان متزامن مع ثوره يوليو، فسميت الطياره الجمهوريه. الطياره الجمهوريه دي كان المصنع متخصص في صناعه الطياره الجمهوريه. الطياره الجمهوريه هي اللي كانت بتمد القوات الجويه بطياره للتدريب الطيارين، وهي تواجدت في القوات الجويه لغايه منتصف التسعينات، واحنا بعد كده طورناها الى طياره توكانو مع امبراير. بس لما اشتغلنا الطياره توكانو اشتغلناها مع مصنع الطائرات في حلوان. مصنع الطائرات هو متخصص في صناعه الطائرات، فبعد كده انتقلت صناعه الطائرات كامله الى للمصنع، وهنا وهنا تخصصنا في المدرعات اللي احنا بدانا فيها في الستينات. بدانا بعربيه المدرعه الوليد، ده كان 68. العربيه المدرعه الوليد، لا كان من سنه 65. 65 احتاجنا العربيه المدرعه الوليد. وبعد كده في الثمانينات احتاجنا تطوير العربيه المدرعه، عملنا تعاون مع المانيا في تطوير العربيه المدرعه، واشترينا الانتاج، اشترينا التصميم من المانيا، بحيث انه ما اديتش التصميم ده لاي جهه اخرى. يعني ده حصري لمصر، ده حصري لمصر، ما تقدرش اي جهه ثانيه تاخده او تصنعه هذا. لان احنا اشتريناه، واحنا بدانا في تطوير العربيه المدرعه الفهد هنا بايادي مصريه. يعني نقدر كده نقول يا باشمهندس ان كل حاجه عندي في المدرعه فهد تصنيع صنع في مصر، انا ما بستوردش اي حاجه دلوقتي. الحق هو الشاسيه بس اللي بنستورده، وده على مستوى الصناعات الثقيله على مستوى العالم كله. الشاسيه بس فارق، الشاسيه، لانه الشاسيه بالمحرك بتاعه ده في مصانع متخصصه في صناعه الشاسيهات الحربيه. العالم كله اللي بيصنع عربيات مدرعه بياخد الشاسيه، يعني احنا دلوقتي واخدينه من شركه تشيكيه. فرنسا، مصنع مدرعات فرنسا بياخد من نفس الشركه. تمام. فانما باقي التصنيع المدرع، الجسم يعني المدرع، جسم المدرع، المكونات الداخلية، البرج، التسليح، كل ده مصنوع في مصنع قادر بتعاون مع مصانع شقيقة في الهيئة العربية للتصنيع. يعني دي كلها صنع في مصر. كلها صنع في مصر. الحمد لله رب العالمين. طيب احنا كنا بنتكلم على الطرازات، حضرتك قلت لنا عندنا 14 طراز. الحقيقة احنا حسب احتياجات القوات المسلحة كنا بنمدهم حسب احتياجاتهم، وبنطور العربية المدرعة للطراز. هم طلبوا مننا عربيات لتكون ورشة نجدة، يعني في عربيات بتبقى موجودة في منطقة عمليات بيحصل فيها أعطال، فعملنا لهم عربية بوينش نجدة تطلع العربية وفيها أوناش للسحب أو أوناش رفع، ده نوع من الطرازات. في عربيات لقيادة تبقى مجهزة لقائد مجموعة عربيات، يعني مثلا لو في كتيبة أو في أي حاجة، القائد بيبقى له عربية مجهزة بتجهيزات فيها اتصالات، فيها كل احتياجاته كقائد. في عربيات عملناها للإسعاف برضو في اثناء العمليات، بنحتاج نقل الجنود المصابين بتنقل الى مستشفيات او اقرب مستشفى، فكانت عربيات اسعاف بتسعف المصابين او بتنقلهم لاقرب مكان الاسعاف. طورناها الى عربيه بتجرى فيها بعض العمليات الخفيفه، وفيها جهاز رسم قلب وفيها اجهزه تنفس صناعي. عملنا يعني عربيات مجهزه طبيا بشكل طبيا فعملنا طيب. كل الطرازات دي للقوات المسلحه. اصنع يلي كفوفه تتلف في حريق، ومشد حيلك يلا مش فاضل كتير، يلي بتاكلها بعرق جبينك وبشقاك، واللي زرعته حيا لوي نور سماك. هيلا هيلا وهيلا وهيلا، قوم علي الطموح يوصل بسقف الحلم. ما كانش ينفع نخرج بقى من غير ما نقابل يعني أبناء مصر بقى والآلة الفنية
اللي هي بتعمل لنا احلى منتج. عايز بقى اتعرف على حضرتك في البدايه. انا محمد الشوبري، فنان ممتاز بورشه التشطيب، ملاحظ ورشه التدريق الازاز الامامي والتركيب الازاز يعني والمدرع الجانبي. كلنا بقى فهمنا واحده واحده. حضرتك اصلا هنا فني؟ فني بقى لي 29 سنه بشتغل في مصنع عقار. وحضرتك اصلا خريج ايه؟ خريج دبلوم صنايع. دبلوم صنايع مدرسه العباسيه الميكانيكيه. من مدرسه العباسيه. تمام. وهنا بتشتغل بقى لك 29 سنه. 29 سنه. وامتى بقى ابتديت دخلت في انك تشتغل في المدرعه؟ انا اول ما جيت كان في تاني منتج للمدرعه فادي. فاشتغلنا في كذا منتج للعربيه في المدرعه فادي. في نقل جوند، في سام، في فهد 30، في اسعاف عربيات فهد برضو اسعاف للجيش، وفي صدرنا الزئير، في صدرنا الكويت، في الجزائر. يعني اشتغلنا في منتج واشتغلنا في منتج، يعني كل منتج التضريه. هنا بقى الفنيين اللي بيشتغلوا على المدرعه لحد ما تتقفل متقسمين مجاميع. مجاميع. طب انت بقى مجموعه حضرتك اللي بتبقى مسؤول عن انهي حته في المدرعه؟ انا المجموعه اللي مسؤول عن التضريق الجانبي وتضريق الامامي. اللي هي التقفيل الجانبي. والامامي. والامامي اللي هو تركيب الازاز المدرع اللي ضد الرصاص. والواقي بتاع الازاز اللي قدامه. تمام. الواقي اللي هو الحديد ده الفولاذ. اللي هي المرحله بتاعت التقفيل من بدايتها. من بدايتها. والبودي لسه بيتعمل، احنا بنعمل التجهيزات بتاعته. بتعمله فين بقى؟ بنعملها في الورشه الكبيره المدرعه الام. الورشه الكبيره المدرعات. تمام. احنا بنعمل التجهيزات الداخليه كلها، وبعد كده بتخش هي بقى دهان وسيط، وبتجي لنا نركب الحاجات الاجزاء اللي هي زي دي واللي زي الكوكر والكلام ده. تيجي بعد ما تتعمل فابريك وتتعمل كهرباء وتتعمل بقى كلها، بيبقى تقفلها بايديك واستخدام اللي احنا زي اللي شفناه. المكنه والمفاتيح. المكنه والمفاتيح. مكنه روبوت ومفاتيح. تمام. دي احنا العامل المصري هو اللي بيعمل كل حاجه. كل في المنتج دي. حتى في حاجات كانت بتجينا من بره احنا استغنينا عنها تماما، وبدانا ان احنا نصنعها هنا في مصر. واثبتت كفائتها احسن من المنتج المستورد. طب والصيانه بقى والضمان والحاجات دي مين اللي بيعملها بقى؟ احنا خدمه ما بعد البيع. انا واحد من الناس اللي شغالين في خدمه ما بعد البيع. سواء العربيه القادر الصغيره، المدرعه الصغيره الخفيفه، زائد العربيه المصفحه اللي هي لرجال الاعمال زي الوزراء، البنك المركزي، رئيس البنك المركزي. العربيه المصفحه بتجي لنا. انا برضو المسؤول عن التضريق الداخلي بتاعها وتقفيلها في الاخر، وعربيات الاسعاف وعربيات المطاف. يعني شغالين في كذا منتج. يعني ما بيبقاش شغلك قاصر على المدرعه بس، يعني ما بتبقاش المدرعه بس، هي بتشتغل في كل المنتجات اللي جوه المصنع. هي الاساس بتاع المصنع اساسنا اللي احنا اتعلمنا عليه المدرعه. ومين اللي علمك بقى؟ اللي علمني ناس، يعني الله يرحمهم اللي طلع معاش واللي توفى، يعني ناس انا اكتسبت منهم خبره. واكني لهم كل احترام وتقدير. مصريين برضه. مصريين. مصريين بس على مستوى الكفاءه العاليه. ان هو يعلمني ويعلمني ازاي، وخبرتي ان انا كل لسه جاي من دراسه او من جيش، ان انا اكتسب الخبره دي كلها عن طريقه هو وعن طريق تعليمه، دي حاجه انا افتخر بيها. وحضرتك دلوقتي بقى بتعلم انا بعلم الاجيال اللي طالعه. بتعلم بقى الجيل اللي جاي. الجيل اللي جاي بعلمه ازاي، بس يا ريت يبقى في دعم. طب دعم عماله. دعم عماله التعليم الفني. التعليم الفني. يبقى التعليم الفني زمان غير دلوقتي. يعني التعليم الفني كان المدرس بيتعايل عليا عشان اقف. اتعلم على الفريزه، اتعلم على المقشطه، اتعلم على المخرطه. دلوقتي شايفهم ما بيحبوش التعليم الفني. يعني لا، مش ما بيحبوش، ما فيش اعتنا بالتعليم الفني. الطالب او الفني بيجي لنا لسه ما بي يعني عايز تعليم كتير عشان يبدا يفهم. غير ما احنا لما جينا طبعا كل واحد فاهم. وهنا كمان بتعملوا تدريبات للطلبه. في طلبه من جامعات بتيجي تتدرب عندنا. في كليه هندسه كمان. كليه هندسه بييجوا، كليه تكنولوجيا. ويقفوا بقى المهندسين معاك وتعلموا، ويقفوا ويشوفونا بنعمل ايه، ويقول لي ويسالني. ما يعني ما يتعرفش انا، يعني بسم الله ما شاء الله عندي ابن مهندس برضه، بقول له ما شاء الله انت زي ابني، فانا بفهمك عشان تبقى ايه طالع للحياه العمليه فاهم. ما تحتاجش لاي حد اجنبي او اي حد من بلد تانية ان هو يفهم. طب وما جالكوا بقى في الاول كان في مهندسين اجانب كده بتيجي زيارات، قالوا لي ان العمال اللي هنا في المصنع يعني كانوا واقفين حاطين عينيهم في وسط راسهم زي ما بيقولوا، وعايزين يتعلموا كل حاجه بالظبط. هو لا، الاجنبي ذات نفسه بيجي مش عايز يعلمني. بيجي مش عايز يعلمني. مش عايز يعلمني هو. بيعمل شغلانته عشان ايه؟ عشان تفضل محتاج له. افضل محتاج له. ان ما كنتش انا فاهم، وان انا اقدر ان انا من وراه من جنبه من امامه، ان انا ابص كده اعرف هو بيعمل ايه واشيلها في دماغي،
انا عمري ما هتعلم. ولما جم كان بعد ثوره يناير في جزء وانتوا بعتوا يشتغلوا عليه المهندسين عشان تصلحوه عشان مصر ما تستوردوش تاني، اللي هو جزء البروفيل. البروفيل ده، البروفيل ده والبروفيل العالي بتاع العربيه، قعدتوا بقى انتوا تشتغلوا عشان تتصنع. احنا فكرنا ان ده يتعمل ازاي وعملنا البروفيل. وعملتوا البروفيل؟ عملنا البروفيل. في كفه كانت بتيجي من المانيا اللي هي بتاعه المدرع. انا وانا إيه؟ بتكلم معاك قبل ما نصور، انا حاسه انت يعني برده مش عايز الاجانب بقى يتدخلوا. انا مش خالص. عايز، انا عايز ان عايز انا انت ابقى مصر. كل حاجه تبقى مصر. كل حاجه انت اللي بتعملها دي بلدي. انا ما كنتش اخدم بلدي، يبقى انا ماليش لازمه، انا اتربيت على بس. انا مبسوطه ان انت مبسوط بشغلك يعني. لا الحمد لله، ده يعني الواحد بسم الله ما شاء الله يعني بيشوفوا دراعه زي دي ماشيه بقى في الشارع، بفرح طبعا. بقول لاولادي انا اللي عامل دي، تقف تقول لهم انا اللي عامل، انا اللي عامل دي. شوفوا باباكوا عامل ايه، عشان انت لما تكبر وتفتخر وتضحي بنفسك، او لو بتشتغل تراعي ضميرك في شغلك عشان يطلع منتج زي ده ماشي قدامك تفرح انت. قلبك يتشرح ان ده منتج بيحافظ على اولاد بلدك اللي هم قاعدين ضد الارهاب، ضد اي حاجه حد يضرب عليهم نار بتاع، دي محافظه عليهم. فانا وشغل ايدي بقى، وشغل يعني شغلنا شغل مصر، انت وشغل مصر، شغل مصري انا وزمايلي وقيادات المصنع، ربنا يبارك فيهم يا رب. يعني المهندس عبد الصادق والمهندس مصطفى والمهندس اسماعيل والمهندس سيد، كل مهندسين المصنع بسم الله ما شاء الله. المصنع ده سبحان الله غريب، كل اللي بيجي فيه قلبه على الشغل، قلبه حامي. يعني عايز يشتغل، عايز يطلع منتج. ما جاتلكوش فتره كده بقى زهقت وقلتوا احنا لسه هنقعد نفكر نصنع ونعمل؟ لا لا ازاي، انا لازم ابتكر، لازم اصنع. انا ما يفضلش صباعي تحت ضرس حد. تمام. لازم ان انا يعني بامكانياتنا وبدماغنا بامكانياتي الفنيه ان انا اقدر اعمل حاجه مش هتفيدني انا لوحدي، هتفيد بلدي وهتفيد عيالي وهتفيد مستقبل مصر ومستقبل الاجيال اللي طالعه. صوره كلنا كده عايزين صوره تحت الرايه المنصوره، صوره كلنا كده عايزين صورة تحت الراية المنصورة، صورة كلنا كده عايزين صورة كلنا كده عايزين صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة. ومعانا دلوقتي بقى اتنين من المهندسات اللي احنا نتعرف عليهم، اللي بيشتغلوا بقى وبيخططوا وبنحط بقى يعني اللمسات وبنحط الخطه اللي بنقوم بيها بمراحل الانتاج المختلفه. طبعا بيشتغلوا طبعا في مصنع قادر للصناعات المتطوره التابع للهيئه العربيه للتصنيع. خلينا نتعرف عليهم. مهندسه سماح عبد السميع، مدير عام التخطيط. مدير عام التخطيط، اتعرف على حضرتك. مهندسه اسلام انور، مدير اداره تخطيط الانتاج. مدير اداره تخطيط الانتاج. التخطيط شيء مهم جدا طبعا، لانه بدون التخطيط ممكن الانتاج ما يمشيش كويس، صح يا باشمهندسه؟ طبعا هو الخطوه الاولى في العمليه الانتاجيه لازم التخطيط طبعا، من حيث ان هو وضع البلان للفتره الزمنيه اللي بيتم فيها الانتهاء من المنتج، ووضع المؤيسات اللازمه، الخامات الرئيسيه وجميع المستلزمات اللازمه للانتاج، فدوت بيتم عن طريق اداره التخطيط. يعني هنا يعني المهندسات هم اللي بيقوموا بوضع بقى الخطوط العريضه والخطوات اللي بيمشي بيها المنتج لحد ما بينتهي. تمام. بيبقى فيه خطوه مراقبه كمان، مراقبه خط الانتاج نفسه لو في، اللي هي مراقبه الجوده، مراقبه الانتاج وتخطيط ومراقبه انتاج. تمام. طيب باشمهندسه، احنا في عربيه دلوقتي، العربيه دي ممكن اي حد ماشي، انا وانا في محطه سكك حديد مصر اعدي ماشيه في يعني قطارات رايحه من قبل البحري، وانا ما بقاش واخد بالي ان دي صنع في مصر، صناعة مصرية وتصنيع مصنع قادر، ودي العربيات اللي شغالة دلوقتي في الخدمة، ده نموذج منها. في الخدمة فعلا، دوت نموذج مصغر من عربية من العقد اللي احنا عن طريق سكة الحديد مع مصنع بالاشتراك مع مصنع سيميف، وهو احدى مصانع الهيئة العربية للتصنيع. بيتم فيه تصنيع الجسم في سيميف، وهنا تصنيع جميع التجهيزات الداخليه زي ما حضرتك شايفه. طيب انا هنا ما بستوردش ولا جزء من اللي جوه العربيه؟
لا هو في نسبة استيراد بس يعني الحمد لله بدأت يعني المكونات الخارجية نسبتها بدأت تقل. يعني هو احنا اول ما بدأنا في عملية تصنيع عربيات السكه الحديد كان يمكن نسبة المكون الخارجي كانت كبيرة، بس مع الخبرة اللي احنا اكتسبناها بدأت تقل كتير، يعني بقت المكونات الخارجية اقل من قبل كده. صناعة مصرية تصنيع هنا المصنع بالاشتراك مع شركات برضو محلية مصرية. تمام. باشمهندس احنا امتى ابتدينا بقى ناخد الخطوات الاولانية ان احنا نقلل نسبة المستورد؟ احنا عندنا يعني لو انا عايز اخد نسبة من كلام باشمهندس انا كام عندي، يعني بصنع كام مصري وبستورد كام من بره؟ وطبعا كانت النسبة تكاد تكون 40% مستورد 60% محلي في العقود الاولانية. ممكن تكون دلوقتي اتخفضت لتقريبا 30. يعني بقى عندي 30 في العربيات كمان المميزة العادية، دي العربيات المكيفة. العربيات المميزة العادية ممكن توصل ل 90% تصنيع محلي. يعني انا باخد العربيات المميزة دي بصنع 90% محلي مصري وبستورد 10% بس. في العربيات اللي زي دي ممكن اوصل ل 20 من 30% بستورد والباقي كله محلي. طيب انتوا يعني اكيد عدت برضو كان في اكيد قابلتكم ازمه متعلقه بالاستيراد، حاجات كتير كانت ناقصاكم، ازاي بقى ابتديتوا ان انتوا تفكروا تصنعوا المنتج وتتغلبوا على ازمه الاستيراد؟ بالاستعواض برضو. ما انا عندي استوردت مثلا دفعه اولى دفعه ثانيه وحصلت فيه مشكله، بحاول اشوف واحاول اجرب واستبدل بديل محلي. فبقيتوا بتشتغلوا على البدائل المحليه. بالظبط، بحيث برضو يحقق نفس المواصفات الجوده اللي مطلوبه للسكه الحديد. ان احنا مرتبطين بمواصفات عالميه او معينه. طبعا لازم السكه الحديد هي السكه الحديد تبقى موافقه عليها. طب وقالوا كمان ان الفايبر جلاس والحاجات اللي موجوده دي كلها بتاخد مصانع هنا موجوده في مصر؟ طبعا. احنا في مصنع تبع برضو الهيئه اللي هو مصنع اتيكو، مصانع الهيئه العربيه للتصنيع بتشترك معانا في تصنيع الفايبر جلاس. يعني صناعه برضو هنا، يعني صناعه مصريه. احنا قاعدين دلوقتي على كراسي اللي هي المميزه. لا ده القطاع النموذج دوت عربيه مكيفه. دي عربيه مكيفه موجوده دلوقتي في المسير، يعني في شغاله. شغاله. بتنقل الناس اوريدي. عقد اوريدي موجود يعني على وشك الانتهاء منه. بقي في حاجه بسيطه يعني مع سيماف. طب كده سلمت كل العربيات اللي كانت مطلوبه؟ بالظبط، وعقد ال 212 هو ده نموذج منه. طيب وفي عقود طبعا اكيد جديده، يعني في عقد اوريدي شغال على التوازي، عقد عربيات مميزه اللي هي العربيات العاديه الغير مكيفه 300 عربيه. احنا وصلنا تقريبا دلوقتي ال 200. يعني خلصتوا تلتين العقد؟ يعني فاضل تلت واحد بس. ان شاء الله. وهنا التسليم بيتم انا شايفه ما شاء الله بشكل سريع جدا، يعني الى حد ما. ولا في بطء شويه؟ الحمد لله. معدلات الانتاج عاليه. عاليه يعني الحمد لله. بس يعني فكره برضو تواجد مهندسات في المصانع الكبيره اللي بتقوم بتصنيع مدرعات ويعني معدات برضو بيتم تصنيع فيها معدات تقيله، يعني طب الشغل مش صعب؟ الحركه جوه المصنع مش صعبه برضو؟ يعني اكيد الستات يحبوا يعرفوا. يعني لا خالص، ما قابلتناش اي مشكله. يعني احنا اول ما جينا تعيننا اصلا في الورش، يعني قبل ما نبقى في التخطيط. تعينتوا في الورش؟ بالظبط. يعني انت شغلك ابتدى في الورشه قبل ما تمسكي اداره التخطيط؟ سواء انا او المهندسه اسلام احنا الاثنين تعيننا جينا على الورش. طب وكان سهل بقى انه عمل السيدات في الورش في مصنع في جزء منه انتاج حربي بشكل كبير وجزء مدني؟ يعني في البدايه طبعا بتبقى في صعوبه في اول التعيين، بس عشان الواحده بتبقى لسه متخرجه سن صغير برضو، هيبه ان هي تتعامل مع 150 عامل في ورشه واحده. على ما تاخدي بقى على الناس وكده خلاص بيبقى ايزي يعني. خلاص وتعودتوا بقى على وطلعتوا بقى، يعني خدتوا الخبره العمليه الاول وبعد كده اتنقلتوا لمرحله التخطيط. انا بشكركم طبعا جدا، نورتونا وفخورين بيكم، وتسلم ايديكم على التخطيط والعربيات اللي احنا بنكرر انها احنا بنتكلم من ابتدينا عربيات من 60% بعد كده 70% الانتاج مصري، عربيات وصلت عندنا دلوقتي في السوق 90%. يعني يا رب دايما عقبال ال 100% باذن الله. بشكركم. ميرسي.
اسمع قادر، اسمع على مسمى. كتير جدا بنبقى محتاجين نتغلب على الصعاب اللي موجوده في حياتنا، زي ما قلت لكم ودايما بنقول على طول مفيش حاجه هتقدر تخلينا نعدي كل الصعاب اللي بنواجهها في حياتنا غير ان احنا ننتج، يبقى عندنا انتاج. زي ما شفتم خطوات كتير جدا بتتم داخل المكان ده، وده مصنع واحد من ضمن 13 مصنع بتملكهم الهيئه العربيه للتصنيع. احنا جينا لمرحله تانية من الانتاج، مرحله تانية من الصناعه اللي احنا بنحاول نطورها، بنحاول يعني ان المنتجات المصريه والمنتج المصري فيها يتخطى ونسبته كل مدى تزيد وتزيد. خليني بقى نشوف واحنا هنا في جزء جديد ومرحله جديده نتعرف على حضرتك الاول. مهندس اسماعيل مصطفى، مدير عام التشغيل بمصنع قادر، وقائم حاليا باعمال مدير قطاع الانتاج حاليا. احنا هنا بنشوف مرحله جديده جدا جوه مصنع قادر، وهنشوف العربيات المطافي. يعني العربيات المطافي احنا بنشوف سيارات الاطفاء ويعني ومراحل كتير عاملين نشوفها جوه المصنع، فعايزين نفهم احنا دخلنا اصلا في عربيات الاطفاء ازاي. والله احنا بننتج عربيات المطاف بقالنا سنين طويله، ممكن بقالنا اكتر من 25 سنه بننتج عربيات المطاف من طراسات مختلفه. يعني ودخلنا السوق يعني طبقا لطلبات العملاء. يعني احنا بنشتغل مع الحمايه المدنيه، بنشتغل مع مصانع يعني شركات البترول، مع المصانع الكبيره، بننتج لها طرازات مختلفه. دخلنا في مجال اطفاء المطارات. لا دخلتوا في ده الجديد؟ لا احنا برضو بقالنا من حوالي 10 سنين هي انتجنا حوالي 12 عربيه اطفاء خاصه بالمطارات، وكمان كان بنخش في طرازات خاصه كمان بالقوات المسلحه برضو. الاطفاء منتج مدني خاص بننتجه للقوات المسلحه. اتغلبنا على ايه بقى في صنع عربيه المطافي؟ أولاً احنا بندردش قالوا انه كان الانتاج شويه. احنا بننتج من حالات من عربيات من لا يعني طبعا احنا بننتج من عربيات الاطفاء بالنسبه للمنتج المحلي في العربيه في عربيه الاطفاء حوالي 60%. طبعا 60% من انتاج العربيه بيتم انتاجه داخل المصنع. بنصنع التنكات، بنصنع الاجزاء في الخاصه في الطرمبات بالتعاون مع شركات عالميه زي شركه روزنبار وشركه ايفيكو. طبعا احنا بنتعامل مع الشركات دي طبقا لطلبات العميل. يعني احنا دايما بنحاول نلبي طلبات العميل يعني ونحققها بجوده عاليه. وابتدينا بقى نحاول نزود المنتج المصري. يعني ابتدينا كامل اول وبعد كده ابتدينا دخلنا يعني اولا طبعا الشاسيهات معظمها بالاتفاق مع العميل بنجيبها من بره، لان طبعا لسه ما وصلناش لمرحله التصنيع الكامل بالنسبه للشاسيه. يعني بنعمل التنكات بتاعت بنعمل التنكات والكفرز بتاعها، التنكات بتاعت الميه اللي يعني العربيه اللي احنا موجودين عليها حاليا دي حوالي 3000 لتر ميه وحوالي 350 لتر فوم. الفوم ده طبعا بيساعدنا في ان احنا نطفئ لو في مثلا حرائق، يعني مثلا زي البترول زي كده دي بنحاول نتغلب عليها. يعني لو في حريق متوسط ولا حاجه زي كده موجود بنقدر نتغلب عليه بالفوم اللي موجود في قلب العربيه. طيب. في السنتين الاخيره خصوصا ومع موجه الحرائق اللي يعني اللي اصابت مصر كان في ازمه متعلقه بالسلم بتاع والله المطافي. احنا عندنا معظم الانتاج بتاعنا بالنسبه للسلالم ده بيبقى للحمايه المدنيه. في عندنا طورنا سلم بقى اللي وصل لحد 55 متر، وده بي 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 بيستخدم في اطفاء الحرائق اللي هي في المباني العاليه او يعني المناطق اللي هي صعب ان احنا نتحكم فيها بالطرق الاطفاء العاديه. وده السلم ده انتوا اشتغلتوا عليه دلوقتي وبقى اشتغلتوا وهو بقى وهو احنا سلمنا يعني اكتر من سلم، وفي موجود اعتقد ان في سلم موجود خارجي ممكن انتوا يعني هنشوفه ونشوف العربيات اللي هي اللي موجوده بره. عربيات احنا بقى قبل ما العربيات اللي بره احنا عايزين نشوف العربيات، فكره العربيه الجولف المطافي دي موجوده. يعني احنا بنعمل طرازات مختلفه صغيره بتبقى موجوده. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان في بعض الاحيان في يعني ممكن نستخدم العربيات دي في يعني في مناطق ضيقه. يعني ممكن احنا انت عارف شوارع مصر كلها اجهزتها دلوقتي ضيقه، فخلينا بس استاذنك نروح للعربيه الجولف كار. نكبر نكون زيهم، ما نضعفش حتى في
هنا بقى دلوقتي جوه عربيه الجولف. دي عربيه الجولف بتاعت اطفاء الجولف. الاطفاء الجولف بالظبط. دي اجدد عربيه دخلت. احنا شغالين في يعني كم دي اجدد عربيه دخلت هنا. دي بقى لها سنتين بنشتغل فيها يعني بنشتغل عليها. دي يعني ممكن العربيه تخش في اماكن ضيقه. دي ازمه برضو كانت ازمه كبيره عندنا الشوارع. الشوارع وكمان يعني ممكن هي تقف في مكان يعني بعيد شويه حوالي، لان الخرطوم بتاع الاطفاء بتاعها حوالي 80 متر. يعني دي ممكن يعني ايه، والضخ في تقويت واحد مثلا ممكن رغوي ومع ميه وثاني اكسيد الكربون مع ميه، فبتحاول ان هي يعني تبقى نقدر نتحكم منها في الحريق الاولي لحد ما يبقى يجي عربيه بيها دعم الباص. ودي بتنزل برضو بالطلب وبيتم تسليمها للحمايه المدنيه. لا دي بي 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 دي بي بي بتخش في الحمايه المدنيه، وبيطلبها برضو بعض الاماكن اللي هي يعني هنقول ان هي راقيه شويه، أو الفنادق لا مش الفنادق، الأماكن اللي فيها ممكن يحصل فيها يعني حريق، وحكينا حريق متوسط مش حريق عالي، لأن الحريق العالي لازم إيه زي المولات مثلا. زي المولات. ممكن تتحرك المولات. ودي بقى بتتحرك بتتشحن بالكهرباء عادي زي العربيات الجولف كار العادية. زي هي عربية جولف بس مزودة بإيه بوحدة إطفاء بمضخة سريعة جدا، ممكن تعمل إنقاذ سريع للحريق بيحل لحد ما يجي اللي هو الدعم اللي ممكن ودي برضو نفس الفكره احنا خدناها، ابتدينا نجيب الشاسيه ونشتغل احنا. ايوه على بنعمل التجهيزات دي في حاجات كثيره جدا يعني بالتعاون مع الشركات المنتجه، ان احنا ممكن نعمل معظم ايه اللي هي معظم الاجزاء بتاعت العربيه. معظم اجزاء العربيه بنعملها مصري. معظم الاجزاء. ودي فيها برضو بعض، مش هي الجولف دي، احنا عملنا نموذج تاني جولف عادي خالص، بس يعني كنا وفي فكره ان احنا نعمل نصنع كمان اللي هو الايه مع الاشتراك مع منتج الموتور بتاع العربيه، ان احنا نعملها بانتاج مصري كامل ويتعمل هنا يعني ان شاء الله باذن الله. نشوف ده انه مصنع جديد بقى للشاسيه. احنا نامل ذلك وخبرات، لان طبعا احنا عندنا كفاءات عاليه جدا جدا جدا. ممكن يعني ممكن يعني نقول ايه نعمل مستحيل يعني بامكانيات الناس وبالامكانيات الوكالات البشريه والامكانيات الفنيه المتاحه بالنسبه. بس هنا انا شايفه حتى الفنيين اللي بيشتغلوا يعني احنا واحنا في ورشه المدرعات يعني يقول لك احنا بنعمل كل حاجه، عايزين نتعلم، بيجي لنا الاجنبي نقعد مركزين نصنع خصوصا بعد الازمه الاخرانيه. والله احنا يعني ده اللي بيتمتع بيه الذكاء المصري اللي موجود. يعني ان العامل عنده استعداد ان هو يتلقى المعلومه في اسرع وقت. فطبعا احنا طبعا لازم، وده مجال اللي هو بيبقى الخبير الاجنبي اللي بيبقى موجود جاي من بره، احنا بنحاول ان احنا نستخلص منه المعلومه بشتى الطرق، بحيث ان ده يبقى يعني ما نستعينش بالخبره الاجنبيه الا في اضيق الحدود. يعني انا اتعلم وانقل الخبره دي للعامل اللي بعد مني واحنا بنشتغل كتيم ورك. ده بيعلم ده وده بيعلم ده، بحيث ان هو يبقى المجال مفتوح قدام الناس كلها ان هي تتعلم. طب وحضرتك في خط التشغيل بقى لما بيجي لكم تدريبات وطلبه بقى موجودين من كليات هندسه او من المدارس الفنيه يعني؟ والله كان التدريب ده كان موجود زمان في الوقت الحالي، ان احنا بس بعد في الوقت الحالي احنا بنعمل تعاون مشترك مع كليات الهندسه. بنعمل مشاريع تخرج بالنسبه اللي هم الطلبه، ودي طبعا يعني ده مجال اخر اللي احنا كنا نتكلم فيه، لان احنا دلوقتي والطلبه اللي بيعملوا مشاريع عندنا دي بيخشوا فيها في مسابقات عالميه. يعني زي مثلا بتساعدوهم هنا في العربيه تصنيع يعمل المشروع. يعني احنا عاملين زي ايه زي بروتوكول ما بيننا وما بين الجامعات زي جامعه عين شمس وزي جامعه القاهره. بتدعموا انتوا المشروع احنا بندعم بجزء من عمليات التصنيع. يعني طبعا احنا عندنا امكانيات عاليه جدا في ماكينات التشغيل اللي هي بالكمبيوتر، وبالاضافه كمان لخبرات الناس اللي موجوده. احنا بنعمل ده على اساس ان هم يعني احنا ممكن يطلع من دول من الناس اللي بتشتغل في هذا المجال علماء عالم. وممكن هو بقى وهم ميزتهم ان هو عمال بيطوروا، عملوا جزء السنه دي، السنه اللي بعد منه بايه؟ بمجموعه يعني ايه في
كونتينيوتي يعني بالمعنى ده. احنا شغالين على تطوير بالنسبه قد ايه ان احنا ان شاء الله باذن الله يعني نطمح ان يبقى كل الانتاج مصري. احنا كده ناقصنا الشاسيه بس. ايه الشاسيه؟ يعني هقول لحضرتك يعني هقول لك على حاجه، ده في يعني زي تعاون كده ما بيننا وبين الهيئه، يعني عندنا مصانع المحركات وعندنا مصانع الطائرات، يعني كل ده يعني ممكن يبقى في تكامل. يبقى في تكامل ما بيننا وبين المصانع بتاعت الهيئه كلها، ان احنا ممكن نعمل عربيه كامله. يعني وده كانت خطه يعني من جزء موازي من جماعه بتوع الانتاج الحربي، ان هم كانوا يعملوا العربيه بالتكامل، لان طبعا المصانع الحربيه مصانع امكانياتها عاليه جدا وعددها كتير، ممكن نوصل ده. وان شاء الله احنا نحاول ان احنا نعمل الاكتفاء الذاتي بحيث ان احنا نعتمد على نفسنا، ما نلجاش للجماعه الخارجيه. زي ما انت عارفه الازمه الحاليه ازمه الدولار وازمه الاستيراد من الخارج والناس، فبقى هنا يعني التفكير ان احنا نستغنى عن الموضوع ده خالص. بنحاول الايام اللي جايه ان شاء الله. بعد ما خرجنا بقى من الورشه وشفتوا معانا بقى الجولف كار، اكتر عربيه متطوره المفروض ان هي اللي بتساهم بقى في الاطفاء بشكل سريع، وهتكون مؤهله انها تدخل الشوارع الضيقه، المولات، الاماكن اللي يكون فيها تجمعات سكنيه كبيره. دي بقى العربيه بشكل نهائي، عربيه المطافي اللي احنا بنشوفها بتتحرك في الشارع. الحمد لله رب العالمين، بفضل الله 60% منها صناعه مصريه، ولسه مصر بتشتغل ان باذن الله يكون اكتر يعني المنتجات والمكونات كلها مصرية، وكمان يكون عندنا امل وريق امل وبداية جديدة ان احنا هنصنع الشاسيهات. طبعا الارتفاع ده كبير قوي، عايز اقول لكم ان انا عانيت عقبال ما اطلع، فكان الله في عون رجال مطافي مش عارفة بيطلعوا ازاي، وهستعين بحد من زمايلي ينزلني، لان النزول هيبقى يعني مسألة برضو صعبة، والباب تقيل قوي. يعني دي كانت عربيات المطافي، ان شاء الله باذن الله قريب جدا نحتفل انها تكون بالكامل صنع في مصر، دلوقتي 60%. باشمهندس احنا بقى خدنا جولة في مصنع قادر الحمد لله رب العالمين، بنشكر طبعا حضرتك عليها. مصنع، واحنا بنشكركم على جولكم معنا، يعني متشكرين لحضرتك جدا. يمكن واحنا بناخد جولاتنا في مصنع قادر ورانا بقى المنتجات الصناعة اللي هنقول 70 و75% منها صناعة مصرية محلية طبعا، والمدرع فهد ورانا بنتكلم 100% الجسم بالكامل صناعة مصرية. يعني كنا هنا الجولة دي خلتنا نقول لا، هو يعني مصنع قادر اسم على مسمى. الحمد لله، الحمد لله، فضل الله علينا. احنا دايما هو مصنع قادر للصناعات المتطورة. اي صناعة متطورة احنا بندخل فيها، واي صناعة بتخدم المجتمع احنا بندخل فيها. طيب. يعني احنا الحمد لله صناعاتنا متطورة ومتنوعة، ودايما بنميل لتوطين التكنولوجيا. يعني احنا ما بنبدأش صناعة لا تشرف الهيئة العربية للتصنيع، لا، صناعتنا دايما بتبقى مشرفة، لان احنا بناخد التكنولوجي من اخرها، وبعدين بنبدأ نعقد اتفاقيات لنقل التكنولوجيا في مصر، وبنعمل تصنيع مشترك، بنبدا الاول بنسبه 30% وبنصعدها الى 50 و70%. يعني يبقى الانتاج مصري، وصلنا يبقى الانتاج مصري. طب احنا هنا بقى ورانا كان عربيه ثانيه احنا دي فوجئنا بيها انها برضو مصنع قادر وتابع الهيئه العربيه للتصنيع، دي العربيات اللي بتشاركوا فيها دلوقتي في حملات النظافه واعاده التدوير مره ثانيه المشاركه. احنا عاملين عقد مع وزاره البيئه لتوفير معدات النظافه للمحافظات، وهم مركزين دلوقتي الحقيقه في محافظه اسكندريه ومحافظه الجيزه. وفرنا معدات، العقد كان 165 مليون جنيه. واحنا الحقيقه بنتعاون مع كذا شركه في معدات النظافه، الشركه اللي بتدينا فرصه للتوريدات الاسرع، لان طبعا موضوع النظافه محتاج ان يبقى التعاقدات تتدبر في خلال من شهرين الى 3 شهور. واحنا الحمد لله معده النظافه دي او المكنسه دي مع شركه بروك الالمانيه، احنا الحقيقه بنبدا بمرحله التجميع ثم التصنيع المشترك لبعض المكونات. يعني احنا بدأنا فيها بمرحلة التجميع. بمرحلة التجميع. احنا بنجيب التجهيز الكنس وبنجيب الشاسيه وبنجمع عندنا وبنعمق بعد كده كل ما بتكتر. يعني هيبقى التجميع مصري زي ما زمان كنا بنسمع مثلا في العربيات يقول لك التجميع كوري، التجميع صيني. بالظبط، احنا بنبدأ بالتجميع ده تجميع مصري، تجميع احنا بنجيب مصري. المعدة من بره من بروك الألمانية، وعاملين معاهم اتفاقية لتعميق التصنيع، هنبدأ بمراحل التصنيع. طبعا في حاجات كتيرة جدا عندنا القدرة والإمكانية على تصنيعها إن شاء الله. إن شاء الله. ده هتبقى في المرحلة اللاحقة. إن شاء الله. السلم بقى ده عشان هو شكله هو مفروض، يعني احنا هنخلي تاني مشاهدين يشوفوه
يعني احنا بنتكلم على ارتفاع عملاق وده ودخلنا 55 متر 55 متر دخلنا الورشه وقالوا ان حتى عربيات المطافي اللي كانت موجوده في الخدمه المدنيه ترجع تاني لخدمه ما بعد البيع ان انتوا تطوروا السلالم بتاعتها. احنا الحقيقه احنا ما بنكتفيش من احنا بنبيع المنتج بتاعنا وبنسيبه، احنا طبعا عندنا خدمه ما بعد البيع بنستمر حتى بعد فتره الضمان. احنا في حاجات وردناها من اكتر من 20 سنه، المعدات دي خساره انها تتكهن او لا، احنا بنعمل لهم رفع كفاءه وبنعمل تحديث لبعض الاجزاء والمكونات بيستفاد بيها طبعا سواء في الحمايه المدنيه او في احنا موردين القوات المسلحه، موردين شركات بترول، معظم الشركات دي بترجع لنا تاني وبنعمل لهم عمليه تجديد وتطوير في المعدات اللي احنا سلمناها. ودي بقى احنا بنطور بقى السلم ووصلنا بقى يعني تجهيز السلم بالارتفاع ده، التجهيز ده الحقيقه ده من الاجزاء المكون اللي بيجي من بره. احنا بنعمل البلاتفورم اللي هي التجهيزه اللي على العربيه والكباين، الكباين دي حضرتك شفتي ورشه تجميع العربيات الاطفاء، شفتي تصنيع الكباين وشفتي تصنيع التجهيزات الخاصه بالزبط. الكلام ده كله احنا بنصنعه 60% من المكونات مصريه باستثناء الشاسيه بالظبط، الشاسيه بالظبط ده بالنسبه لعربيه اطفاء. بالنسبه للسلم طبعا السلم احنا بنعمل الكباين، بنعمل البلاتفورم اللي هي الارضيه اللي متثبت عليها وبنجمع المكونات عندنا. يعني نسبة كام ده بقى مصري للسلم؟ والله هو نسبة ده حوالي 30%، انما ال 70% مكون جاي من الخارج، مكون جاي من الخارج بس تجميع كله واحنا بنبدا في منتجاتنا في البدايه بالظبط كده، انما هو السلالم لانها ما بتبقاش مطلوبه كميات كبيره فهو صعب انه يدينا تعميق التصنيع اكتر من كده، لان الكم اللي مطلوب بيبقى سلمين او ثلاثه في السنه. احنا تعرفنا كمان على الجولف كار العربيه طبعا احنا عاملين الجولف كار، الجولف كار والحقيقه عاملينها مجهزه للاسعاف ومجهزه لاطفاء ومجهزه برضو لخدمه المولز الاسواق. احنا ده اخر منتجاتنا اللي احنا عملناه السنه دي. لسه في منتج تاني احنا شفناه برضو وهي العربيات المبردات الثلاجات دي. المبردات دي احنا انتجناها من السنه اللي فاتت لاداره المركبات القوات المسلحه وهم عاملينها للشباب لخدمه الشباب. خلصنا عقد ضمن مشروع تحيا مصر احنا خلصنا عقد اداره المركبات اداره القوات المسلحه وبدانا بعد كده في العقد ده مع صندوق تحيا مصر وهم عاملين نظام شركات مساهمه، الشباب يكونوا شركات مساهمه ويستلموا العربيه، الشركه المساهمه بتبقى من 2 إلى 3 ويستلموا العربيه وبتبقى في طبعا الصندوق موفر العربيه بالتجهيز هو اللي اتعاقد معانا وهو بيديها لهم بقسط مريح وعشان يشتغلوا بيها. طب معلش يا باشمهندس عشان انا برده حريصه اوضح الناس بقينا بننتج برده قد ايه من العربيه دي ولا دي برده التجميع؟ لا التجهيزه بالكامل احنا عاملينها لكن العربيه دي موردها لصندوق تحيا مصر، العربيه الشيفروليه هو مورد العربيه احنا عملنا له تجهيزه الصندوق، تجهيزه الصندوق بالكامل اللي صنعناه. التجهيز بتاع الصندوق بالكامل؟ تجهيز الصندوق بالكامل تجهيز مصنع قادر، يعني 100% التجهيز ده تجهيز مصنع قادر. يعني انا طبعا بشكر حضرتك جدا على اتاحتنا يعني انك اتحت لينا الفرصه دي، احنا برضو ان احنا نفخر معاك بصناعه بلدنا وان شاء الله باذن الله يعني نيجي مره تانية وتكون نسبه الصناعه منتجات جديده وتطوير جديد والمنتجات اللي احنا بنشتغل فيها تكون نسبه التصنيع زادت فيها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله طبعا يعني ده طبعا غير طبعا الجزء برضو اللي مصنع قادر ما زال شغال فيه وهي يعني المنتجات والصناعات الحربيه والعسكريه ده بالجانب العمل طبعاً المدني طبعا. انا بشكر حضرتك جدا، بشكر حضرتك نورتنا. خلصت جولتنا في مصنع قادر، احنا طبعا يعني قلنا ننهيها بالسلم اللي احنا فخورين جدا يا رب باذن الله قبل ما نيجي المره الجايه يكون صنع في مصر ولمصر ان شاء الله باذن الله، يعني مصر دايما في تقدم وفي نجاح ونشوفكم على خير يا رب باذن الله. وهنسيبكم بقى مع الصوره هي اللي تحكم، هي اللي توضح، انتوا احكموا بنفسكم. الانتاج هو اول طريق الاستقرار، هو املنا، هو صمام الامان في البلد دي، ان احنا كلنا نحط ايد على ايد ننتج نشتغل عشان باذن الله مصر تكون اكبر واكبر. تحيا مصر، تحيا بينا. مصر مكتوبه لابني، لابني وابنك واجبني، انك مشاركني بتبني معايا واللي مكسور يتصنع، شاركتني وحاجه تفرح، مش هنمشي غير لما نرفع تاني الراية. ابني طول ما في كمان، ابني لنهاية الحياة، حط مصر قصاد عيونك ابني.
خير يا ريس.